اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع السيد إليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية المملكة المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أشاد معالي وزير الخارجية بعلاقات الصداقة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة على المستويات كافة، واعتزاز البحرين بما تشهده هذه العلاقات على الدوام من تطور بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير وتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه أشاد السيد إليستر بيرت بالمستوى المتميز التي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، متمنيا للبحرين المزيد من التقدم والازدهار.